استقبل اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بقصر الوادي بمنطقة الرفاع سعادة السيد محمد الشمري رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال واشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود التي يبذلها الاتحاد في سبيل تطوير اللعبه في مختلف انحاء العالم منوها بالعلاقه الوثيقه بين الاتحادين البحريني والدولي والتعاون المشترك بينهما وخلال الاستقبال وقع الاتحاد البحريني لرفع الاثقال والاتحاد الدولي لرفع الاثقال اتفاقيه استضافه مملكه البحرين لبطوله العالم لرفع الاثقال والتي ستقام لاول مره على ارض المملكه خلال الفتره من الرابع لغايه الخامس عشر من ديسمبر القادم ووقع من جانب الاتحاد البحريني لرفع الاثقال رئيس مجلس الاداره سعاده السيد اسحاق ابراهيم اسحاق ومن جانب الاتحاد الدولي لرفع الاثقال رئيس مجلس الاداره السيد محمد الشمري واستمع سموه الى شرح مفصل من رئيس الاتحاد البحريني لرفع الاثقال عن استعدادات المملكه لاستضافه الحدث واهم المرافق التي سيتم تجهيزها والتسهيلات التي سيتم تقديمها وبهذه المناسبه اكد سموه ان استضافه البحرين لهذه البطوله تعكس الثقه الكبيره من الاتحاد الدولي في قدرات المملكه التنظيميه والرياضيه موضحا سموه ان هذا الحدث يعزز من مكانه البحرين على الخارطه الرياضيه العالميه ويبرزها كوجهه رياضيه متميزه واشار سموه الى ان استضافه البطوله تعتبر تتويجا للجهود المستمره في دعم الرياضه البحرينيه وتعزيز مكانتها وهو ما سيسهم في تنميه القطاع الرياضي في المملكه بصوره عامه وزياده شعبيه رياضه رفع الاثقال بين الشباب البحريني معربًا سموه عن ثقته في نجاح مملكه البحرين بتنظيم البطوله بأفضل صوره بعدما استضافت بنجاح بطوله آسيا لرفع الأثقال لأول مره في العام 2022 لتصبح البحرين مركزا هاما لبطولات رفع الأثقال العالميه